صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم سنواصل فيها الحديث أيضا عن ختام الجولة المنصرمة من دوري فيفا في مباريات ما عرضنا لقطاتها ولا أهدافها. راح نتكلم أيضا عن مباراة القمة بين القادسية والكويت. خل أرحب بضيوف اللي منورينا اليوم مشرفينا. على اليمين أخونا العزيز عضو مجلس إدارة نادي القادسية واللاعب الدولي السابق سعود أبو حمد، لابس أصفر بعد اليوم، فرح بفوز القادسية ما يلام، بالتأكيد فرحان يستاهل. بجانب أخونا العزيز ومدربنا الوطني مدرب فريق برقان كابتن فايز فريح. على اليسار زميلنا وأخونا العزيز ولاعبنا الدولي السابق اللي نقول له هارلك أخونا خالد شريدة. وبجانب اليوم أيضا لاعبنا الدولي السابق الكابتن حميد مال الله. حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير ومشكور على تلبيه الدعوه. او العكس، انا عكست، حميد مال الله وبعدين خالد شريده. اخوان ماكو فرق يعني. ماكو فرق اخوي خالد، بعد من زمان مو شايفه، هذه فرصه سعيده حبيبي. احبه حيل ترى. شلون ليش؟ والله شوف عيال استانس بس. ليش؟ حبه بعد خالد، احبه من زمان. يا ذكريات شو؟ عطنا واحده من هالذكريات. نحله وين صارت؟ جيل واحد وين صارت؟ مع انه مو بنادي واحد. لا بس هو اول شيء خلوق. ايه ونعم خلوق، من احسن لاعبين، من احسن من افضل اللاعبين كان ذاك الزمان. نعم. واعتمد على نادي الكويت في جيل صعب كان. نعم. في دوري صعب كان. صحيح. مو نفس الحين، انا اعتقد يمكن يرد الزمان في لاعبين وايد يفشلون، لكن خالد شريده ومجموعه كبيره من اللاعبين كانوا يعني. منو من اللاعبين اللي يفشلون؟ معالك زود ابو علي. منو لو يرجع الزمان من اللاعبين الحاليين يفشلون؟ مو قصدي يفشل، يمكن ما يلعب مثل ما اعتقد. انا يعني مدرب هني والله يعني. ليش يا جماعه؟ شيء واقع. ليش؟ لا ما راح اقول لاعب. زين ما راح اقول اي لاعب حرف شيء. لا ما راح اقول اي لاعب خاشين مثلا. لا ما راح اقول اي لاعب، بس اقول يعني كان دوري 82 او بال 80 كان دوري صعب جدا. الشكر في البدايه كالعاده خل اشكر رعاتنا وداعمينا شركه تيماس، كل الشكر لهم على دعمهم، ومو غريبة على الأخوان في شركة تيماس دعمهم متواصل للرياضة والرياضيين ودعمهم لبرنامج 90 دقيقة. الشكر لعطوراتها من الكويت، شركة النصر الرياضي، سفريات النور، شكرا لكم. الشكر لديرندير وأخوي العزيز محمد العنجري. الشكر أيضا لأخوي جاسم البصري وسلسلة صالونات نجمة القرين. وأخيرا الشكر لأخوي فادي وفراس أصحاب مطعم أو الأخوان في مطعم الخباز. قبل لا أبدي في فيديو اليوم أيضا تناولوه الأخوان بشكل كبير، زيارة الشيخ طلال فهد إلى نادي القادسية. يقال أنه عقد اجتماع مع مجلس إدارة نادي القادسية. راح نتعرف على هالزيارة وأسبابها مع أخونا أبو فهد كونه عضو مجلس إدارة، وأكيد إذا ما كان حاضر أكيد عرف بهذه الزيارة وأسباب هذه الزيارة. لكن خلينا نشوف الفيديو مع الأخوان. السلام عليكم. السلام. هلا ابو تركي. هلا ابو تركي. هذا الاجتماع يم سهله يعني يقول 18 بس نزلنا تحت نصلي. يعني جزئيه بسيطه من زياره ابو مشعل الى 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 نادي القادسيه. ابو فهد، هل زيارة عادية طبيعية؟ البعض الآن أي تحرك حق أبو مشعل علامة استفهام. أمس راح غرفة لاعبي السلة علامة استفهام، اليوم حضر وزار نادي القادسية حطوا علامات استفهام. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء رحب في الجميع. أنا قلت لك ببدأ في قبل زيارة أبو مشعل عندي كلمتين بقولهم قبل. تفضل. أنا قبل ما أوصل هني دخلت ديوانية، يعرفها خالد شريدة، ديوانية خالد شريدة اساسا. سمعت ان في استياء من جماهير نادي القادسية على قناة الكوت او البرنامج بالاخص بالبرنامج. طبعا انا غير متابع للتويتر، على قول خالد يقول كاتبين في تويتر ان ليش سعود حضر. انا اعطيت كلمة اني بحضر، لكن شنو توابعها؟ شنو صاير او شنو الهجوم على القادسية؟ ما ادري. فقالوا الاخوان جماهير نادي القادسية، طبعا انا بالنسبه لجماهير القادسية عندي خط احمر، جماهير القادسية ونادي القادسية. انا كنت اساسا قبل لا العب كره كنت من جمهور القادسية، فعندي القادسية ما ازعل نادي القادسية. لو هذا الكلام صحيح يعني كنت يعني مع احترامي حق الجميع طبعا ارفض الحضور، لان كنت
اني سمعت الحديث قبل شوي قبل لا اوصل هنا بنص ساعه، فمو معقول اني دائما اعطيتكم كلمه اكون انا متواجد عندكم. ف اذا هذا كلام صحيح ان القناه اسات للنادي الغاتسية، لا القناه ما لها شغل، او 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 في اشخاص، انا ما ادري، اتكلم عن البرنامج، انا ما ادري، اتكلم عن البرنامج، البرنامج او القناه اذا احد اساء للنادي الغاتسية عليهم بالاعتذار للجماهير، وخاصه طبعا احنا فرحه كنادي الغاتسية ولاعبين الغاتسية وجماهير الغاتسية فرحانين في اللي صار. نعم، هذا بدايه كلامي. فما ادري هذا الكلام تقوله لي بعدين، لكن موضوع، لا ما اقوله لك بعدين، ليش اقول لك؟ ضيوف موجودين، كل واحد له الحريه في ابداء وجهه نظره. ابو فهد اذا هم مستائين من شخص يبدي وجهه نظره يروحون، ما ادري شو الشخص، ما اعرف الموضوع اساسا، ابدا استياءهم من تصريحاته او وجهه نظره. في شخص، اساله هنا الدغاتسي عشان اعرف هم يرون بان محمد صالح زميل الاخ العزيز الاعلامي والصحفي في جريده الغبس اساء لنادي الغاتسي، هم يرون ذلك، ما وجهه نظرهم. شنو الاساءه؟ انا صراحه ما سمعت ولا، بس شنو نوع الاساءه؟ عشان واعتقد كان موجود حمزه الصراف ممثل نادي الغاتسية ورد عليه. هو حمزه الصراف يمثل نادي الغاتسية، مدرب في نادي الغاتسية، ما ادري والله، انا ما كان يمثل نادي الغاتسية. لا، لما تقول ممثل نادي الغاتسية معناته يا هو عضو مجلس اداره الغاتسية او نادي الغاتسية مطرشين، هذا اللي يمثل نادي الغاتسية، لكن يمثل وجهه نظر يعني اي قتساوي يحضر لازم موافقه مجلس اداره ولا لا؟ تقول لي يمثل نادي الغاتسية معناته اكيد لازم موافقه مجلس اداره. يعني انا قبل ما اجي بلغت رئيس النادي، هذا شيء طبيعي يعني، انا من يعني اي قتساوي الان ما يمثل نادي الغاتسية الا موافقه مجلس اداره. انا ما اتكلم عن اي قتساوي، لا لا لا، انا قاعد اتكلم عني انا كعضو مجلس اداره. لا لا، انا اتكلم اللي حضر الان، اللي حضر قتساوي حر فيما يقول. إيه بس قتساوي بس يمثل وجهة نظره هو، مو نادي الغاتسية، بس كانتماء قتساوي. كيف ينتمي؟ لا، يحب نادي الغاتسية كيف؟ لكن ما يمثل مجلس إدارة نادي الغاتسية أو يمثل جمهور جماهير الغاتسية. لا لا لا، ما مثل مجلس إدارة نادي الغاتسية، هو مثل كانتماء لقتساوي، كقتساوي ومنتمي لهذا النادي. حر فيما يقول. بالضبط، انا قاعد اقول لك، والاخ الاعلامي حر فيما يقول. بالضبط، كل واحد يبدي انا ما سمعت شنو قال يا ابو سعود، انا ما ادري شنو. انا قلت لك الديوانيه اللي دخلتها كلهم قتساويين، ما عدا طبعا اخوي محمد المسند والاخ الفنان الامام عبد الله. نعم، فقالوا لي ان في استياء من جماهير الغاتسية. قلت ليش؟ قالوا لي في واحد هاجم الغاتسية. انا ما اخذت، بس اسمع منكم، اذا كل واحد له حق. زين، انا بعطيك مثال الان. الاخ حمزه الصراف قال عزيز حسن انا حاضر بالحلقه، يطق اربعه من بدر حجي، يفصل اربعه من بدر حجي. هذا تقليل من بدر حجي ولا مو تقليل؟ وجهه نظر، هذا وجهه ما اشوف كظماوي يزعلوا واستاءوا بدر حجي. كلامه كان تقليل من اللاعبين الكبار والخلوغين اللي ما اصلا ما يصير، ما يقارن فلان بفلان يعني، ما كل واحد له وجهه نظر، بس ما يصير اغارن ان عبد العزيز يطق فلان ولا فلان. لا بس عبد العزيز هذا كله مثل القادسيه صراحه، يعني صراحه صراحه كان اسلوب مو صحيح، مو صحيح. لما انا اي اقول هذا يسوي اربع عن هذا، مو صحيح. اول شيء كذاك لاعب لا خلوق وهذا خلوق، بس انا لازم انا لا احنا نقول اليوم الاخوان كظماويه ما زعلوا ولا استاءوا ولا قالوا والله خطر برنامجكم ضد ابو سعود. بس هذا دورك، انت لما تقول العربي حاليا نادي صغير، هذا هل هو تقليل من نادي العربي او لا؟ طبعا طبعا طبعا، العربي كبير ويبقى كبير قصبا عن الكل. طبعا انا قلت هالكلام في القناه. لا لا، انا اقول لك من ضمن الامور اللي قالها خطأ الكابتن حمزه الصراف، فكان الرد عليه بنفس مستوى حديث. بس حتى محمد الصالح قلل من القادسية صح. أوكي، فكان رد حمزه على مستوى الاعلامي محمد الصالح، فما في تقليل من اي نادي. الشخص اللي يطق الباب يلقى الجواب. انا برضه انت على جماهير العربي، جماهير العربي او نادي العربي نادي كبير، وانا هني امامكم قبل شهر يمكن قبل نهائي الكاس اشت في نادي العربي، في جماهير نادي العربي بسبب حضوره. لا احنا بس مفيد عشان تكون وصلت لك الصوره، كل شخص يحضر يمثل يبدي رايه يبدي وجهه نظره، وفي شخص انا قلت لك صح كلامك، وجهه نظره يمثل، ولا يمثل وجهه نظر برنامج 90 دقيقه ولا يمثل نادي الغاتسية. عزيز. لا شلون ما يمثل نادي الغاتسية؟ لا ما يمثل نادي الغاتسية ابدا. ليش زعلانين القدساوي؟ عيل محمد الصالح ما يمثل العربي ولا يمثل نفسه. اكيد خلاص، ليش يزعلون؟ اكيد كل واحد يبدي وجهه نظره ويبدي راي. احنا انا لما قلت لك انا ديمقراطي، احنا انا مثل نادي الغاتسية. نعم، لما اقول لك ياي انا نعم امثل نادي الغاتسية صح، كوني عضو مجلس ادارة نادي امثل نادي الغاتسية، لكن مع احترامي حق شخصه
انه يتكلم باسم نادي الغاتسية لا هذا شيء مرفوض. هو ما تكلم باسم نادي الغاتسية يا انت تقول فيه. انت تقول مثل نادي الغاتسية انتماءه قد ساوي انتماء يعني يوم تشجع قد ساوي حتى خالد انتماء بس الحين خالد شريده شنو؟ خالد لاعب نادي الكويت شنو يمثل؟ اي بس وجهه نظره شخصيه وحمزه كان لاعب نادي الغاتسية مراحل كان لاعب وخالد كان لاعب ومدرب وحميد كان لاعب اي نفس كل واحد لا لا يعني انت بتتبرى من حمزه صراف مو حمزه صراف ولا غيره ما يمثل نفسه يمثل نفسه خلاص يعني ما يمثل نادي الغاتسية يعني زعلوا على حمزه لا تزعلون علي ما انا ما زعلت مسعود انا جاي بس استفسر فقط لا غيره قلت لك انا نادي الغاتسية عندي وجماهير الغاتسية خط احمر هذا كلامي واضح ما ارضى عليهم بس اوكي مسعود انا اول شيء في البدايه بتكلم برد عليهم بس اول شيء في البدايه احب ابارك حق نادي الغاتسية وبارك حق اعضاء حق رئيس واعضاء مجلس نادي الغاتسية وبارك حق الجهاز الفني والاداري وبارك حق اللاعبين الابطال اللي خذوا الدوري على الجدارة وبارك حق ديوان قدساوي وبارك حق جمهور القدسية كلهم. بعد الرد برد أنا على الكلام الحديث اللي دار. إحنا عندنا بالكويت ما في نادي صغير ونادي كبير. أنا أعتبر 15 نادي كلهم أندية كبيرة. إحنا ما عندنا نادي صغير هذا صغير لا أقل الآن من شأن باقي الأندية يعني. أنا أعتبر 15 نادي كلهم أندية كبار. حتى من ضمنهم برقان أنا أعتبره نادي كبير. ما في عندنا نادي صغير. الله يرفع قدرك يا أبو شريدة. حبيبي. عموما نرجع لزيارة الشيخ طلال. تفضل. يعني طبعا احنا وصلني خبر من امس ان الشيخ طلال بيزور نادي الغاتسية وعلينا التواجد بلغنا الاخ رئيس النادي بس طبعا ما بلغني الساعة كم امانة انا جيت على حسب بعد صلاة المغرب وصلت اثر طلال واصل من الساعة 5 وشوي يعني قبل الصلاة طبعا شخص يمثل هو رئيس قائمة الجميع. نعم. وليس اجتماع مجلس إدارة عشان تعرف ما هو اجتماع مجلس إدارة لا أنا ما حد حضر مجلس إدارة إلا 3-4 أشخاص فقط نعم. فمو اجتماع مجلس إدارة لا قاعد مع عشان حل المشاكل الديون اللي متراكمة على النادي هذا القصد من الزيارة يبي يعرف لوين وصل متى وصلنا شنو وصلنا وشنو الحلول طيب. هذا السبب هذا السبب زيارة. نعم أوكي بفرايح انت بتعلق على موضوع استدعائك للجنه الانضباط اي والله انا بس بخصوص ان تكلمنا في موضوع المراهنات او شيء انا الحين اوجه رساله حق الاخوان في لجنه الانضباط اعتقد الاخ مشعل نواف جديد هو رئيس لجنه الانضباط الاخوان اللي وياه انا راح باذن الله انا قلت الكلمه وانا قد الكلمه وراح احضر وراح اكون متواجد يوم الاربعاء الساعه 6:30 لكن لكم مني راح أذكر أسامي أندية فقط أسماء اللاعبين ما راح أذكرها أنا ما أحمل نفسي مسؤولية لكن إذا أردتم أسماء اللاعبين والمبالغ اللي ربحوها يجب حضور الشيخ طلال موجود لأني مع كل تقدير واحترام لكم ما أتغلب بابو مشعل هو اللي يتخذ القرار لكن أنتوا مع احترامي لكم لجنة انضباط راح أعطيكم أسماء الأندية اللي كان لها دور في المراهنات لكن اذا انتم حابين تعرفون الاسماء اتمنى وجود يكون الشيخ طلال فهد موجود اساس سلم الاسماء وهو يتخذ العقوبه المناسبه طيب مش مفروض هذا شغلك لجنه بس لا خليني اوضح يعني. نقطه بس يمكن فايز عن يعني غايبه عنك لجنه الانضباط هي لجنه مستقله عن الاتحاد بتاتا ما لها شغل في مجلس اداره الاتحاد للعلم بس لكن معلش هو رئيس الاتحاد وهو رئيس اللجان كلها ما له شغل هو يعتبر ويحق هل يحق للشيخ طلال فهد حضور اي لجنه يحضر بس يحق بس ما يحق يحضر بس ما له حق يتخذ قرار أيوة. بس ما يتخذ قرار انا ما ابي يتخذ قرار انا ابي موجود كشاهد زين كانه موجود على كلام يكون شاهد كلام. زين هذا شيء الشيء الثاني كابتن معلش تقول لي الشيخ طلال ما يتخذ قرار الشيخ طلال يتخذ قرار مو بكل مكان مو من حقه يعني معلش احنا انت تبي تتكلم في المثاليات لا ما لجنه صلاحيه كامله لا معلش انت تبي تتكلم في المثاليات مثاليات غير لكن الشيخ طلال خلينا نقول لك من باب الاحترام والتقدير للشيخ طلال له كلمه اذا يبون الاسماء على الاقل يكون حاضر الشيخ طلال في اللجنه وانا حاضر قدامه اكتب له الورقه واسلم اياه طيب بس ولا انا ادري انه ما عنده الصلاحيه صلاحيه اللجنه واللجنه ان كلها كل تقدير واحترام برئاسه الاخ نواف مشعل نواف جديد والاخوان الزملاء اعضاء اللجنه اللي وياه على العين والراس كلهم فيهم بركه طيب خل بس انوه ايضا وصل لي توضيح من اخوي العزيز حسين الماجد اعتقد هو
إداري في فريق كرة السلة بنادي القادسية، يقول لي يعني علق على موضوع الفيديو اللي انتشر بخصوص الشيخ طلال ودخوله غرفة اللاعبين. يقول الشيخ طلال ما دخل الصالة إلا بعد انتهاء المباراة بساعة، وكانت الصالة خالية. وللعلم ترى الشيخ طلال مدير عام كرة السلة بنادي القادسية، ما يروح لا حق الطائرة ولا اليد ولا لعبة إلا السلة. يقول أخونا حسين الماجد إداري فريق كرة السلة بنادي القادسية اللي بعث لي هذه الرسالة وخصني فيها مشكورا، يقول قاعدين يحاربون القادسية بكل وسيلة، لكن النادي صامد خصوصا الهيئة معطلين فلوس التفوق بدون سبب، لأن مبلغ التفوق راح يحل مشكلة الرواتب المتأخرة 9 شهور. يبونهم يشتكون عشان يلقون عذر يحلون مجلس الإدارة. ميتين على كلام أخوي حسين الماجد، شون بدون فلوس ولا رواتب ولا علاج وماخذين أغلب بطولات الموسم في كل الألعاب. هذه رسالة أخونا حسين الماجد، أعتقد هو إداري في نادي القادسية. كلام صحيح، لأن أنا كنت موجود في مباراة السلة. بعد المباراة بربع ساعة مشيت والشيخ طلال أساسا ما إياه، يعني بعد ربع ساعة بعد انتهاء المباراة أنا مشيت، وقالوا لي عقب المباراة تقريبا الساعة ساعة الأربع. هذا كلام صحيح بسعود. بس موضوع الشيخ طلال وحضوره يعني اجتماع أو مثل ما قال تفضل الكابتن سعود وحمد، يعني حل ديون نادي القادسية وحضوره للسلة وكذا، ترى أنا أشوف أنه يعني ما فيها شيء. الشيخ طلال فهد ترى في النهاية هو ابن القادسية، هو عضو جمعية عمومية، هو مترشح الرئاسة اتحاد عن طريق نادي القادسية، مثل ما احنا نشوف السيد مرزوق الغانم قاعد يحضر نادي الكويت ويحفزهم يلعب معاهم تقسيمه ويدش وياهم التمرين وكذا، ما في اي شيء عادي. ممكن بعض الاشخاص عندهم يعني انه هو رئيس اتحاد الكويت لكرة القدم، ما في اي شيء. في النهاية ولد الشيخ طلال مشعل، الشيخ مشعل هو اعتقد مدير فريق السلة، صحيح، فما فيها مشكلة اني اروح بحكم اني انا قد ساوي، يعني طيب. معقول اني انا قد ساوي وصرت رئيس اتحاد ورئيس بس امه خلاص انعزل ابيع نادي الكويت ابيع؟ لا ما في اي شيء. وانا اللي سمعت ان الشيخ طلال يقول شهر 10 راح يرجع انتخابات نادي والله بالقادسيه العلم اليقين. لا لا ابو فهد ونعم، لكن هو بلسانه قال اذا ما تاهلنا كاس العالم افرح، بس هي مجرد ترى حزازيات بين الجمهور، هي اللي شويه تزيد المشكله. انا ادري اللي طلال دش ولا مرزوق بتدخل ولا هي، بس مجرد حزازيات بين الجماهير. برلسكوني رئيس وزراء ميلان وهذه تو طلعت عندنا، كان يحضر مباريات ميلان ويدعم يعني ميلان، وما في شيء عادي، شيء طبيعي، شيء طبيعي. خل اروح لفاصل اعلاني، وبعد الفاصل سندخل في اجواء مباريات الدوري، عندنا تشكيله الاسبوع، عندنا الحكام. خلكم ويانا بعد الفاصل سنعود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. خل نروح حق تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري فيفا هالجولة، ونشكر الأخوان في موقع جمهورنا وتعاونهم معنا خلال هالموسم، دائما نعلن التشكيلة متزامنين مع الأخوان. أيضا نذكر بأن التشكيلة من اختيار أخونا العزيز محمد الذروة المدير الفني بالتعاون مع الأخوان في موقع جمهورنا. نواف الخالدي في حراس المرمى، فهد الفرحان، ليما رشيد صوماليا في الدفاع، لاعب 3-5-2 أبو عبد الله، فيصل العنزي، فهد الأنصاري، سيدوبا، عيسى با، وأحمد الظفيري في الوسط، بدل المطوع فراس الخطيب في الهجوم، والمدرب هو السيد داليبور مدرب القادسية. بالنسبة للحكام طاقم التحكيمي، طبعا حكم الساحة السيد علي طالب اختار أخونا مشعل العسعوسي، هو اللي طبعا يتم من خلال اختيار الحكام لأدار مباراة القادسية والكويت، وخالد بديوي حكم مساعد أول، وعبد الله أكبر حكم مساعد ثاني. خل أسأل بفريح كونه مدرب، تشكيلة عندك أي ملاحظة عليها؟ والله تقريبا يعني انا يعني كنت متوقع ان اكثر اللاعبين واغلب اللاعبين من القادسيه، وفعلا يعني شوف بدر مطوع، احمد الضفيري، فهد الانصاري، رشيد صماين، 5 لاعبين كلهم من القادسيه، لان فعلا القادسيه قدم سيدوبا اي 6 لاعبين اسف، قدم مباراه ممتازه امام الكويت، فعلا يستحق انه يكون فريقه من نجوم. نعم بشريده تعز بالخاطر اليوم ما في كويتاوي بالتشكيله، بس هذه التشكيله يعني تستحق انها تكون، يعني مباراتكم ما في ولا لاعب من الكويت كان يعني على الاقل لاعب واحد كان مستواه زين، ولا الفريق ككل ما كان زين؟ والله الفريق للحين انا اقدر اقول لك بدروب، يعني فريق للحين يعني وصلنا لنهايه الموسم وهم الفريق للحين بدروب يعني، ولكن هذه التشكيله تستحق انها تكون
يكونون نجوم الاسبوع. ابو فهد، في مباراه القادسيه اللي تفوق على الكويت، المدرب ام اللاعبين؟ انا قلت اعطيت نسبه، قلت 90 الى 95% اللاعبين، وكنت متوقع قبل بدايه المباراه، وقلتها قبل 3 ايام بالصحف ان راح القادسيه راح ياخذ البطوله من امام نادي الكويت، لان فريق منافس، وانا عندي ثقه في لاعبين القادسيه، لان يعرف خالد الشريده ويعرف الاخ حميد، اي لاعب عندك الاحتياط نفس الاساسي فكل واحد بتفوق على نفسه، فمتوقع خلينا ناخذ البطوله بسهوله. نعم. لا بس ابو فهد، انت الغيت دور المدرب، يعني انت تقول 95 لاعبين، انا هذا رايي. نعم معليش، بس 5% يعني إيه؟ احنا ما ننكر ان الدور الاول والاخير في النهايه اللاعبين، لكن هم المدرب باختيار اللاعبين كان له دور بارز، اختيار التوليفة والتشكيل المناسبة، ما في شيء. الجهاز الإداري، الجهاز الإداري له دور كبير، ما في شيء جديد. بس بفرح يعني ليش ما تقول إن مثلا لاعبي القادسية داشين يبون مباراة ويبي ياخذونها من نادي الكويت، لأن تقريبا نادي القادسية صار لهم 6 لعبات ما فازوا على الكويت، يعني حلاوتها 7 لعبات، فحلاوتها لما يفوزون على الكويت، هني حلاوة الدوري يعني. دائما تختلف عن حلاوتها لما يفوزون على الجهرة. انت لما تدش الملعب كلاعب خلاص يصير دور اللاعبين اكثر من المدرب مليون مره. يمكن تسوي انت كلاعب تسوي خطه بروحك من غير اصلا شغل المدرب. لا بس ابو فهد يعني يقول لك دائما في عالم الرياضه او عالم المباريات، الشوط الاول شوط اللاعبين، والشوط الثاني شوط مدربين، يعني المدرب له دور في اغراءة المباراه قبل المباراه. كلام صحيح. اثناء المباراه بين الشوطين، حتى لو خسران انت فريق 3-0 من اول نص ساعه، خلاص المباراه منتهيه. هذا دليل ان المدرب اكيد كان له استراتيجيه او تكتيك معين من البدايه. انا حتى اللي شفته ان القادسيه بدايه المباراه لاعب ضغط على الكويت، وقدر من اول نص ساعه يخلص المباراه. يعني انت تخالف ابو فهد بان؟ لا مو اخالفه، المدرب احنا نقول لا انا قلت كلامي في البدايه، الدور الاول والاخير للاعبين، لكن نسبه 5% ما بين فني واداري قليله حيل. طيب انا اعيد ابو فهد، لان المدرب صراحه قاعد يتكلم واقع، مدرب مو مدرب كره قدم، هو شو اسمه مدرب لياقه، ولكن اللاعبين 90% هم اللي قاعد يساعدون المدرب. حتى لو مو شريده عنده الاغلبيه، مو الاغلبيه اذا الملكين كلهم نجوم. المدرب يعني مو شرط دائما انجح المدربين، مع رغم الظروف اللي حاشتهم، المشاكل اللي حاشتهم، الظروف اللي حاشتهم، انجح المدربين اللي هم يكونون متخصصين في اللياقه البدنيه. انت مو مدرب؟ اي نعم. انت مو مدرب؟ لو بعطيك في الغاسية من تشكل؟ اشكل انا؟ اي تقدر ما توهق؟ لا مو ما توهق، لا هو الموضوع مو متوهج دائما. اذا كانوا الفريق جاهز ها بتصير الخيارات متاحه للمدرب، بالعكس افضل تصير خيارات، لكن اذا عندي غيابات ممكن انك تضايق. ايش قاعد اقول لك؟ اذا الفريق كله جاهز ها، انت كمدرب ترتاح واحتياطك جاهز، التشكيل جاهز. ايوه هنا بالعكس، يعني المدرب ما يتضايق. طيب الضايق ان فريقي جاهز، الضايق اذا فريق مو جاهز. خلينا نتكلم بالواقع، يعني حتى ابو سالم لو كان قاضبهم خذ في بطولات، شال ابو سالم جاب هالمدرب هذا خذ بطوله، لان الفريق كله نجوم، فريق قادسيه. طيب ما نختلف بشريده، بس اشوف ابو علي على كلام الاخوان طبعا باستثناء ابو فرح، ابو فهد وابو شريده، على كذا الفرق الكبيره ما تجيب مدربين، يعني مثلا برشلونه ايش حق يجيب له مدرب؟ خل فريق جاهز ولاعبين زينين، اذا اخذنا قياس ابو فهد مثلا وقياس ابو شريده. طبعا انا اعتقد ها، انا لو من اداره القادسيه اجدد عقده مدة 3 سنوات، اخلي يشتغل. انا اشوف انه مدرب زين، مدرب له بصمه، ومدرب عرف يلعب مع الفرق كلها، تشكيله اسلوب ضغط، مدرب زين. يعني انا اعتقد يعني ابو فهد يعني ما كان قاصد لحد، يعني يمكن حتى الكابتن فهم شيء غلط، صح اللاعبين كانوا نازلين، لكن المدرب له دور. شوف يا ابو فهد، مدرب 76 الربع يعرفون اللي يدرون اللي كانوا لاعبين 76 77 يبنى مدرب انجليزي، مدرب انجليزي احنا ما نعرفه شنو نادينا تعاقدوا معاه، ما ندري عنه، يجيب الكره ويحطها في الملعب، ايش تبون ما يعرف شيء، ما مدرب، على بالنا مدرب فريقنا احنا، مو صخر يعرف، ما نطلع بطولتين بالسنه، مدرب انجليزي حط الكره العب تقسيمه، لا اكو خطه ولا اكو شيء، ولا بعد الربع دول كلهم موجودين. تدري خلينا بطوله دوري وكاس،
صح على شاطر. لما اسمع اسمع لما عرفنا لما عرفنا شو من المدرب قالوا ان هذا طباخ على الباخرة الإنجليزية اللي والله العظيم هذا ربك طباخ على الباخرة الإنجليزية اللي في البحر. تخيل ويابين المدرب لنا وخلنا فيه بطولتين يعني المدرب. لا بس مو كذي ذا والله العظيم صح كلامك عدل كلامك عدل هذا رضا معرفي الحربان جاسم يعقوب فيصل الدخيل وحمد محمد شلوهم الموجودين نفس المجموعه والله العظيم طباخ واللي قبله الله يرحمه حسن خيري ايضا كان مدرب سوداني طباخ وخذنا فيه بطولات احنا ما كلنا طبابيخ مدربين اثنين هذا شهود موجودين واحنا وانا بالعاده اسعود كمثل يعني حتى دوره التقليد 86 اسعود يعني رحنا احنا قبل البطوله بثلاث ايام بس كان في لاعبين وكان مدربنا صالح زكي احنا ما نقلل من شيء صالح بس كان في لاعبين وخذينا البطوله رحنا قبل اسبوع وخذينا البطوله كان حتى تجمعنا كان قبل اسبوع وخذينا البطوله قبل ما تنتهي بلعبه احنا ما نختلف بسعود ان اسبوع علي احنا ما نختلف ان اللاعبين لهم دور كبير لكن حتى يعني انا اتكلم خليني اقول لك اني انا تابعت يعني بديت اهتم في الدوري الكويتي من 5 إلى 6 سنين زين اني بديت اركز واحضر مباريات واشوف واتابع انا من 5 سنين 6 سنين طافت اول مره اشوف القادسيه بهالمستوى شوف مستوى فارق على الانديه كلها سعود. يعني فوق اكيد المدرب له بصمه تفضل شوف المدرب له دور ما في مدرب ما له دور الصيد ساعات انت فريق زين صارت معانا المدرب مرض ما يا حط المشرف لا واحنا ناخذين دبينا فريق 7 و8 وفزنا المشرف هو حاط التشكيله هذا ما منع لكن المدرب له دور كبير وانت تشوف الدوريات العالميه قام يختارون من احسن المدربين ويدفعون بالملايين اوكي انت اليوم كمحايد هبوط مستوى نادي الكويت سببه مدرب والله ما ادري هذا ما اقدر بس يعني بس في هبوط نادي الكويت يعني في لاعبين نادي الكويت في لاعبين احسن لاعب محترفين على اعلى مستوى شوف لاعبين الكويت والقادسيه نصهم في المنتخب الكويت والقادسيه قبل هالمره قلت الكويت والقادسيه صار من 10 سنوات هم مهيمنين على الساحه هبوط مستوى نادي الكويت 16 سنه أو انا اعطيتك 10 اقول 10 سنوات سبب هبوط مستوى نادي الكويت البعض يرى هبوط البعض الاخر ترى ابو علي يختلف معنا في هالكلمه يقول خذ وصل نهائي كاس خذ كاس الامير ثاني الدوري حاليا او الثالث يعني مو هبوط هذا زين يعني لكن بعض الاخر يقول لا تعودنا الكويت الاول ايه صح ما تعودنا ثاني او وصيف من صح فريق الكويت تعودوا على البطولات ناخذ بطولات بس هالسنتين بدل الفريق يعني مو الكويت سبب شنو السبب يصير سبب نفسي انت تشوف برشلونه الحين برشلونه يعني اقوى فريق بالعالم شوف 4 لعبات مو عارف يفوز وصدقني الحين اسمع كلامي راح تشوف راح ينزل دروب هذا تصير في كل الفرق لابد الدروب يصير بفريق يعني فيه على كثر الدروب الحايش نادي الكويت احنا ثاني كاس والعهد خذنا كاس الامير الثالث بالدوري خذنا كاس السوبر على الدروب اللي عندنا لاعبين نجوم يعني انت شو تقول شنو انا ضد هذا الراي يعني صح الفرق تحوشها ظروف يكون ظروف اصابات ظروف عندهم طرد لاعبين ما لعبوا تشكيله الفريق مثل المدرب ما يحطها صح هذا الدروب لكن معناته الكويت يعني لازم ياخذ البطولات كلها عشان تقول والله فريق الكويت زين لا مو صحيح انا اقول نادي الكويت اخبر خطا سووه استبعاد محمد ابراهيم هذا رايي الشخصي يعني هل محمد ابراهيم هو سبب هو اعتذر يقول هو اعتذر لا هذا مو صحيح شنو اعتذر يعني شنو هذا الكلام حتى كلام بنواف وكلام الاخوان في اداره نادي هذا كلام هذا كلام اخوه لا هو الاعتذار قال كلام ماخوذ خير انا ضد هذا الراي هذا كلام مو صحيح قبلها بيوم صرح تصريح قال مباراه مع القادسيه بعد يومين وحط ولحد الان الاتحاد ما حط الجدول هو تصريح محمد ابراهيم وانا صديق وسالته هو اعتذر يعني ظروف خلنا ما نبي نكشف المستوى يعني هو اعتذر هو من وراء لعبه العربي محمد بعتذر توك تقول اعتذر انا ما قلت اعتذر توك تقول ما قلت اعتذر يا ابن الحلال ما قلت اعتذر يا ابو سعود ما قلت اعتذر انا قلت هو اللي قال هو قال انه اعتذر اي هو ما اعتذر شلون هو قال اعتذر انا سألت احد هو لو مو معتذر كان بياخذ مستحقاته قال احنا سوينا تسويه وياه كلها لو مو معتذر رامز نادي الكويت قال لي احنا سوينا تسويه وياه واستبعد ابو فهد هو كونه كمدرب يقدر يقعد وياخذ مستحقاته ابو فهد بس هو اعتذر وسوى تسويه ويا النادي خالد تعرف اذا قعد
يمكن يحطونها في مراحل سنيه اقول له مع السلامه. لا 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 في صح يظل من بس انت ما تدري شنو الحافز فيه انت على اساس انه يردوا له مراحل سنيه. اخذها واضح يعني بامكان الكويت يستبعدها يحطها بالنادي بس يوخره. اقول لك شغله الحين تضحك ترى الصيد هذه من احسن مدربين. احنا يانا مدرب كان هو واحنا معسكر معاه صدق تشوف الباسط كل العالم يسلم عليه ولا مشهور حد احسن لاعب سنه 74 في كاس العالم كان احسن لاعب المنتخب بلغاريا. زين يا بابا النادي عندنا قام يعني ساعات ترى اللاعبين يخذلون المدرب بس كنا اخر شيء قام يسقي الزرع مالي. تقصد ميزي؟ لا مو ميزي. ميزي هم لا ميزي مجري. ميزي راح اقول لك شغله بعد ما تصدقه بس هذا اللي قام يسقي الزرع ماي اخر شيء مركز الرابع خذ حق بلغاريا كاس العالم 94 وهو يسقي عندنا زرع. زين ميزي مسكين اول لعبه بدله اخر شيء زي ما طلع بوزار من احسن مدربين من بس احسن خوش مدرب من احسن 10 مدربين بالعالم كان يقعد يبكي صح يبكي كان لان قام نغلب والله العظيم والله ما انت الله ضربنا منتخب هو دزني انا اصبت نفس السنه اللي لعبت فيها اصبت معسكر سوى العمل بالكويت ما نجحت كان يقول انا ودي عند ناس هناك وداني حق دكتور لا احنا نعرف اسمه الدكتور بركاش كان يسوي عمليات حق الدوري الايطالي كان احسن دوري بالعالم احسن من الاسباني كان يسوي عمليات بدلنا حق ربعه انسان شخصيه كبيره في 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 حاليا ولا يزال ترى السيد ميزي في اللجنه هذه اللي تقيم بالاتحاد الاوروبي اللجنه الفنيه بس انا اشتغلت على راس اللجنه الفنيه مع افضل المدربين انا اشتغلت مع المدربين هناك قالوا هذا ترى ميزي دربه بالكويت في واحد ناقد اسمه بوسكوف من اكبر النقاد عندهم هناك كان قاعد عندي قال ممكن اقعد معك سمك اللقاء قلت له اوكي شوفوا ميزي ايش ماسك؟ ضايقني طريقنا كان في اصابات وكان يعني مو ما كان محظوظ قلت والله زين يعني بعد ما تقدر تكذب المهم تحكيت عنه حتى هو جاب قال لي مقابلتك انا قضيتها بالسفاره وخوش كلام تكلمت عني قلت له ما في اصابات يعني هو ساعات هي مدرب زين بس اللاعبين ليش اخر شيء بوزار يعني شنو؟ يعني من الاعصاب يعني المدربين تلقى لابس بدل هذا عادي ينغلب يفوز بس اخر شيء اربع خمسه تنطق وانت احسن مدرب العالم قام يبكي اي والله صح يبكي والله قام يبكي صاوي قاعدين يبقى لا من افضل المدربين انا اشتغلت وياه بالمنتخب افضل مدربين بس سعود بس انا قبل شوي طلع شوي مسج يقول الاخ محمد الصالح قال نعم ان القادسيه اصبح كبير بعوامل خارجيه نعم الله يسامحك يا اخ محمد الصالح انا ما اعرفه شخصيا شنو يعني يقصد بعوامل خارجيه يعني هو قالها قال الاتحاد قاعد ياخذ اغلب لاعبين المنتخب بالنادي القادسيه قاعد يهيئهم في امور تخص بعض المباريات الحكام قاعد يفوزون الفريق هذا من وجهه نظره يعني هذا رايه الله يسامحه يعني ترى ما هي جديده على القادسيه ان ياخذون 11 لاعب احنا على ايامنا ياخذون 13 لاعب ونادي الكويت يعني خذوا مره بالقادسيه والكويت وعلي المله فقط من النادي العربي للعلم على ايامنا نعم الكويت والقادسيه فقط كلها على مستويات انت لكن الحين لما تاخذ لاعبين القادسيه انا لو اي مدرب ثاني بس هو ليش عتبان يقول يعني اوكي انت قاعد تقارن في السابق يقول في السابق في انجازات الان لما اخذوا مثلا ياخذون من القادسيه 12 لاعب شنو الانجازات اللي حققها المنتخب؟ المنتخب ولا القادسيه؟ هو يقصد القادسيه احنا قاعد نتكلم عن القادسيه ادري هو يقول مثلا انت قاعد تاخذ اغلب اللاعبين من القادسيه صح؟ لان اللاعبين القادسيه يستحقون شنو حققت كمنتخب؟ لا هو اكو منتخب الحين وسعود الحين احنا نادي القادسيه بعد ابو فهد يعني الله يسامحه انا ما ادري الله يقول الله يسامحه يعني هو بالنهايه يعني انت بتقارن بين فتره سابقه تذكر ايامكم انت المنتخب ميزانيه مفتوحه تروحون تعسكرون بالاشر الحين يعني الميزانيه ماكو حق الشيخ ويحسبون كلامك 100% بس مو معناته هذا اقل من لاعبين يعني اللاعبين القادسيه الحين بالعكس هاللاعبين القادسيه حققوا بطولات للنادي بس حمزه هم رد عليه ترى يعني حمزه هم رد انا اقول انا اللي توني المسج اللي يعني نعم. اقول الله يسامحك يعني شغله واحده يعني بس على الصحفي كلمه واحده قالها بس شويه تاثر شويه تفضل لما قال ان فنيله المنتخب صارت رخيصه كل من يلبس بعد؟ نعم بس هذا اللي انا ماخذ عليه ولا كلامه يعني ما في هو شوف الاخوان الله يسامحك بس هذه الكلمه اللي قالها يعني شويه ما تليق حق اللاعبين كلهم نعم. هو شوف عشان اكون صريح وياك واكون واضح الاخوان عشان اشرك بعد الاخوان يعني متابعين لنا
الاخوان القادسيه ستاف يقولون رفضنا الاساءه يا عزيز، راي ضيفك اخر همنا، لكن اساءه لنادي القادسيه وعدم تدخلك هذا ما نرضاه عن اللف والدوران. انا ما الف وادور يا اخوان، احنا دائما نقول ما دام في طرف موجود هو يتدخل. ما دام اليوم ابو فهد يتكلم عن الكويت، كابو شريده قاعد يرد، انا ما رديت ابو شريده رد، كون اتكلم عن محمد ابراهيم وعلاقته مع نادي الكويت، في كويتاوي يرد، في قدساوي يرد على اخونا محمد، لكن لما يتكلم عن طرف مو موجود هذا واجب اني اتدخل وارد عليه وناقشه واجادله. ابو سعود بس لا حد يسيء، انت دورك هنا اذا واحد اساء وقف عند حده، مع احترام حقك وحق الاساءه مرفوضه. ما في اساءه. لا انت قال في عوامل خارجيه كبرت هذه. لا هذه فيها اساءه، هذه فيها اساءه. حتى كلام الحين لما تقول والله القادسيه، الحين العرباويه لما يقولون والله القادسيه اخذوا كاس الامير من الحكم، هذه اساءه؟ لما تقول واحد يقول لي واحد يقول لي لابس لي فريله حرام يلبسها فريله المنتخب، شنو هذه؟ طبعا فيها اساءه. طبعا شوف اي ساعه. لا ما شوف في بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين على الكل يعني شوف ولا غيره. هذا دورك انت بسعود، دورك انت يعني تقول رايك بس يعني انت كمقدم. لا ما ممكن خان التعبير، لكن القصد ان بعض يعني الاتحاد من سنه 2002 2003 2004 2005 نفس اللاعبين قاعد يتكررون. ليه متى يعني؟ خلينا نتكلم بالواقع. هو عطى امثله لاعبين احتياط، في لاعبين احتياط قاعد يروحون، في لاعبين ما دشوا، في لاعبين ياخذون، في لاعبين متعورين يعني وجهه نظر، في لاعبين متعورين. هذه رايه وهذه انا تكلمت عنها مره يعني. انا قلتها بس انا المقصد من كلامي انه المفروض ما تطلع منك هالكلمه، انت صحفي. هي مو رخص يعني ابو شريده، انت لا تاخذ الجزئيه بالرخص بمعنى الرخص انها والله رخيصه، بالمعنى رخيصه انه والله اليوم قلنا في لاعبين القادسيه ما يستحقون طول الموسم ما لعبوا، قلنا في لاعبين اليوم انت وايامكم اللي قبل ياخذونه منتخب ايامكم. لا شو تسوي بالملعب عشان تروح المنتخب؟ مناط الحشيش عشان احنا عرفنا مو الرخص انه كنا نشوف رخيصه يعني المنتخب. المنتخب اللي يبي يروح المنتخب يستذبع عشان يوصل المنتخب طبعا، مو عشان هدف بنهائي رحت منتخب، مو عشان انا سويت لي حركه على الخط رحت منتخب، عرفت؟ مو عشان انت تعورت يا ابو شريده اخذك المنتخب اجهزك، مو هذا المنتخب يعني اللي احنا نطمع يعني له. يعني اليوم ابو فرح حتى ابو يعني اليوم قالوا له ابو جروه، قال له القادسيه كبير، قال له نادي الكويت كبير، قال له العربي كبير، قال الكويت كبير، قال له القادسيه، قال له اكبرهم كلهم، اكبر منهم كلهم. مو صحيح الكلام يعني، ما زعلوا العرباويه ولا الكويتاوي. مو زعل ولا مو زعل، هي وجهات نظر كل الانديه كبيره، في نقاش وحوار. يجب احترام جميع الانديه مثل ما قال خالد، جميع الانديه تحترمها ولا تسيء لاحد. انا وجهه نظري كل شخص يمثل كل رياضي لما تخطب فهد انت اللي تعتذر، مو احنا نعتذر. الرياضي الصح ما يسيء حق احد، يبدا وجهه نظره. الانتقاد في شيئين، في انتقاد يبي ينزل من شخص من الشخص، وفي انتقاد ثاني لا يبي يقول الصح. نعم يعني نعم، فاحنا لازم نوخر عن الانتقاد هذا اللي نضحك العالم نقلل من شأنه وهذا. نعم هذا خطأ، هذا طبعا صحيح. خروح لفاصل وبعد ذلك أعود. حياكم الله ويانا. اخذ بعض التغريدات ايضا. اخونا محمد مال الله يقول السلام عليكم، قول لا يقصد يعني ابو فهد، حمزه الصراف يمثل جمهور القادسيه. عبد الله الانصاري يقول قول حق الشريده لا تجامل، ما يصير تساوي القادسيه بالقرين او برقان، في رد يعني ان انت تقول كل الانديه الكبيره. هاي وجهه نظري ما فيها شيء يا ابو سعود، وجهه نظري وانا كيف اقولها، ما يمنعني اني ما اقولها. خالد الانصاري يقول خل عندك الجرأة والثقه بالنفس وقول سعود ابو حمد الضيف امس قال فنينه المنتخب صارت رخيصه بعد ما لبسوها لاعبين القادسيه. مشكور يا اخوي خالد، الحمد لله الجرأة موجوده والثقه موجوده بالنفس. تفضلنا هالموضوع. اخونا المدريدي ابو عراده يقول للاسف هذا تفكير الجمهور الكويتي، نقاش في برنامج رياضي يزعلون على البرنامج لان الكلام مو على هواهم، مستوى الدوري مثل مستوى جمهوره. تبقى هذه وجهه نظرك ونحترم الجمهور ونحترم الراي. اخونا مشاري العلي يقول برنامج فاشل. مشكور ما تقصر، لا تتابعنا يا اخوي مشاري.
اختنا ملاك تقول عفوا كابتن انت ما تمثلنا، الكابتن حمزه يمثل جمهور القدساوي والقلعه القدساويه. هذه بعض التغريدات بندخل في اجواء ايضا مباراه ثانيه، يمكن احنا ما عرضنا لقطات لمباريات الاخرى بنشوفها بعد شوي، لكن خلينا ناخذ بعض الاتصالات. اخوي احمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عزيز، حياك الله يا اخوي. اخوي انا عندي بس بعض الملاحظه على اللي صار. تفضل. يعني ايش كابتن سعود محمد اليوم يقول انا ما شفت الحلقه بس انا قالوا لي، انا اتمنى كابتن تعيد في شيء اسمه يوتيوب تشوف الحلقه بعدين تنتقد. انتقد، احنا البرنامج كل يوم نتابعه، برنامج ما في شيء. حمزه الصراف قال عبد العزيز حتى يسوى اربع من بدر حجي، اهان شخص بدر حجي ما تكلموا. طلع لي راشد مبيح قال الكؤوس للصغار والدوري للكبار، اهان الكويت ما حد تكلم. يا لي الشخص الثاني قال الزعامه ما في زعيم الغاتسيه، واهان العربي ما حد تكلم. ما حدش فيكم حساسين زياده على اللزوم، اتمنى تشاهد تشوف بعينك بعدين تكلم وانتقد اخوي، لا تعتمد على مسجات تجيلك على الهواء وتتكلم، وانت احسن مذيع يا عزيز عطيه، واحسن برنامج، اللي عاش معاك واللي مو عاش بيغير القناه، مع السلامه. لا احنا يعني ما نوصل لهالنقطة، بالعكس الجمهور هو اساس نجاح البرنامج. اللي مو عاجبه مثل ما يعني دائما انا اذكرها، نتمنى نوصل للمستوى اللي يرضيكم كجماهير. انا قلت حق الاخ مشاري اذا برنامج فاشل لهالدرجة يعني خلاص، ما دام احنا فاشلين مشكور جزاك الله خير، لكن البعض الاخر اللي ما يعجبه البرنامج احنا نحاول نرضي كل الاطراف ونخلي البرنامج يعجبه. نحاول ننوع بالضيوف، نحاول ننوع بالتقارير، نحاول يعني هذا اللي نقدر عليه، نحاول نعطي المجال للراي والراي الاخر، هذا اللي نقدر عليه. بالنهايه اذا هالامر هم ما يعجبكم بعد يعني هذا اللي قاعد نسعى من خلاله، نعطي فرصه للمدربين الشباب، نعطي فرصه للاعلاميين، نعطي فرصه للكل انه يبدي رايه ويطرح وجهه نظره. اخوي ابراهيم صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه صباح الحضور الموجود كلهم، حياك الله. بخصوص كل واحد يبدي رايه سواء قدساوي ولا ارباوي ولا هي كلها، الصراف مشجع قدساوي وهو يمثلني وانا قدساوي، انه يقولون ما يمثل نفسه، لا انا واحد من الجمهور القدساوي وهو يمثلني. اللي قاله صحيح، الوضع ان الانديه الثانيه حساسه من القدسيه، اي انجاز يجيبونه اي شغله ياخذونها شغله ايجابيه تنرفزهم، ما قال شيء. اذا بتحاسبونه على شغله قالها امس، كلام كبير قال بحق الصراف وانت موجود وعقبت جزاك الله خير، بس في كلام اكثر من التعقيب يعني من على حسب اللي شفته امس، يقول اروح عالج وانت موجود يا اخي صح ولا لا؟ وسكت ولا ما سكت؟ رديت عليه ولا ما رديت؟ انا قلت لك صح، قلت لك تعقبت عليه. الصحفي الصالح يقول قادسية كبير وكبروه، يعني أهم هاجم الرجل يعني. مشكور يا أخوي إبراهيم. أخوي محمد صبحك الله بالخير. ألو صباح الخير أخوي. صبحك الله بالنور أبو سعود، أنت عزيز وغالي. الله يعزك. لو أنت غالي ما دقين عليك والله، بس فيه عتب يعني من ناحية وجهة النظر. تفضل. أما أنا لما أسب مو وجهة نظر، الصالح أمس يقول الغادسية العربي كبير والغادسية كبروه، يقول لاعبين الغادسية ماخذينهم الاتحاد منتخب. زين انا بسألك يا صالح، العربي وين مراحل سنية؟ وين 15 17 19؟ وين مراحل سنية؟ العربي صح نادي كبير، ولا نرضى احد يغلط على العربي وعلى الكويت. وامس الاخ ابو جره يقول حق الصراف روح راجع طب نفسي. وصراحة انا مكلمك قبل شهر ابو سعود، قلت لك الاعلاميين هم اللي ينفذون الجمهور، والمفروض الاعلاميين هم اهدى نفوس واهدى اعصاب من الجمهور، لان الاعلاميين هم قدوه. انت لما تطلع صحفي وتتكلم، انت تتكلم باسم الجريده، تطلع قدساوي عرباوي، وانا من ناحيه انا قدساوي ولا ارضى الكويت ولا ارضى العربي ولا ارضى القادسيه. نعم. ويت يا ليت يعني الناس نفوسها هاديه يعني. نعم. أنا مشكور اخي محمد، ترى حتى يعني حتى اخونا حمد لما قال له روح عالج، حتى ترى اخونا حمزه قال له روح عالج بعد، يعني الرد صار مشترك ما بين، وبعدين اعتذر منه ابو ناصر وقال له حمزه انا قبلت اعتذارك، يعني على الهوى صار كل هالموضوع يا اخوي محمد. يعني ما شفت هاللقطه، ما شفت اللي صار بعدين، يعني هم ما ادري. اخوي صباح صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير يا اخوي. حياك الله.
طبع الاخوان اللي عندك كلهم. حياك الله سعود. انا اول شيء انا احمد كنت مسؤوليه البرنامج، انت قائد البرنامج سعود اللي حصل امس ابو سعود. لا اخوي سعود ابو حمد اسمع الكلام اللي صار امس. اول شيء اساء اخوي سعود ابو سعود اساء حق نادي الغاتسيه، قال له الغاتسيه كبروه. هذا ابو سعود ما انت برنامجك انقاط، مو انت ترد عليهم. ثاني شغله يقول ضيفك صباح هو ضيف عندك في البرنامج، انت اللي تحافظ على كرامته، كرامته لكرامه البرنامج. الرجل ثلاثه امس قاعد يهنونه وابو سعود وانت موجود ما ردت عليهم، قاعد يطنزون عليه. واحد يقول له هذا مدير الكويت، الثاني ما يقول له روح عالج، الاخ يقول انا خبره 23 سنه، شنو خبره 23 سنه؟ طنز على العالم يعني؟ ثاني شغله ابو سعود الغاسيه كبير بالنسبه، انت ابو سعود نفسك مو راضي تقول غاسيه الزعيم. انت نفسك متحجم الكلمه، متخوف خلاص يعلون عليك الناس العرباويه. هذا غاسيه خذاها بذراعه يا ابو سعود، وقدامه في برنامج يسوون حق الغاسيه ويشككون فيه. تستاهلون يا اخوي، انا ما اقول ولا لقب ولا نادي، قلت لقب ولا نادي. النقطه الاخرى اخونا حمزه ترى رد عليه، عنده لسان وقاعد يرد على الاخوان، ما فيها يعني. الدكتور لما يقول له كم سنه صار لك مدرب، هذه اهانه يعني. الريال قاعد يقول له انا اول مره اشوف مدرب يتحدث بنفس هذا الاسلوب، هذا مو اهانه. هو قاعد يتناقش مع حمزه، وحمزه قاعد يرد عليه. ابو سعود معلش يعني، الدكتور احمد عبد الحميد موجود، انا يعني انا صار لي 14 او 15 سنه مدرب، انا لازلت ليومنا اليوم معنا، تربطني علاقه اكثر من اخوه مع الدكتور احمد عبد الحميد، لكن لازلت اخجل مني ارد عليه، لازلت اخجل. رجل انا تعلمت منه دورات تدريب، هو كان مشرف علينا، هو يعني رجل كبير قدر ومقام. امس حمزه صراف قاعد يصارخ وما ادري، بغض النظر انه يقعدون بدوانية او شيء يا اخي، اقل شيء انا احترم. انا الحين مثل الاخوان كلهم اكبر مني، لو واحد هم محشومين يغلط علي، ها والله ويعلم الله. هو حمزه يحس انه تلفز، ما ارد بكلمه واحده، انا ما ارد يعني بكلمه واحده. بعدين قد يرى بان الاسئله اللي كانت تطرح فيها نرفزه له فعصب. لا معلش انا يعني هذا بعدين لما يقول لي ثلاثه على واحد، احنا في حلبه مصارعه ولا احنا في هوشه او شيء، احنا برنامج، هو يطرح وجهه نظره وانا اطرح وجهه نظري. طيب وجهه نظره اذا باحترام اكيد راح يكون الرد باحترام، اذا وجهه نظره فيها تقليل اكيد اني انا يا اني اسفها او اني اقلل منها. طيب نفس كما تدين وتدان. طيب خل اخذ اخوي بندر. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي بسعيد سم، صبح عليك وعلى الاخوان الموجودين. صبحك الله بالنور. اول شيء امس ما حصل بالبرنامج صراحه حرق على القادسيه بدون مجامله، بخصوص الاخ محمد صالح يقول القادسيه كبروه، انا برد عليه رد واحد بس. اول القادسيه وطن، والقادسيه كبير، هو اللي يكبر الاشخاص ما يكبرون، هذه الاولى. الثانيه بخصوص مجامعه الاتحاد القادسيه، هو واضح ان قلت ان الحكام يغشون ما يغشون. السنه هذه صار مصايب بالدوري الكويتي واستفادت فرق، والقادسيه انظلم، ما شفت صحفي محايد طلع وتكلم وقال نفس الكلام اللي قاله على القادسيه. ثالثا اختيار اللاعبين القادسيه للمنتخب باتفاق مدرب العربي، الاعلاميين المحايدين قالوا افضل لاعبين محليين لاعبين الغاتسي. رابعا بخصوص تيشيرت المنتخب وانه رخيص. طيب مشكور اخوي بندر. اخوي انور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز، حياك الكرام، وبدايه نقول مبروك حق الغاتسيه، فوز مستحق وهار لك الفرق الثانيه. اخوي عبد العزيز احنا اليوم يعني خلاص احنا صار المهم فاز ونبي الاهم. في شغله بغض النظر عن المشاكل اللي قاعد ترى ما حد رجعنا قري غير هذا خلاف عربي زعيم قادسيه مش عارف ايش، المفروض ان احنا نترفع عن الامور هذه كلها. احد فكر قال شنو مستقبل الشباب اللي بعد سنوات اعدادنا حق كاس العالم اذا رفع الايقاف؟ احنا رياضه اليوم الكويتيه قاعد تنتكس كل يوم زياده، كل يوم عن يوم قاعد يعني شيء قاعد يصير. اشوف ما حد ناقش الموضوع هذا، في لاعبين راح يبطلون، في لاعبين هل عدوا الانديه والاتحاد جيل ثاني ليه بعد ست سنوات؟ اذا فرح علينا كاس العالم فقدامنا ست سنوات. وبالنسبه حق الموضوع الصاير الشوشره بين الانديه وكذا، ابي اللي على يمينك الحلو سعود ابو حميد، اكو سالفه يذكرها العم ابو فهد، مساك الله بخير عمي. هلا شلونك؟ اكو سالفه، مره انت حضرت عرس خدسه عرباوي، عرس اسماعيل، انا صغير ما اذكر بس قالوا لي السالفه، وانتم لاعبين مع الكويت. ابيك تذكر بس اللي حصل. طيب. من اللي دق هبان؟ من اللي صفر؟ روح راح اقول له السالفه. مشكور يا اخوي انور،
تأكد في برنامجنا ناقشنا كل المواضيع اللي ما تطري في بال أحد، إيقاف قوانين، تعديل قوانين، إعداد منتخب، كل الأمور اللي بس ما يصير بعدها يعني تبي شهر كامل بنناقش هالموضوع. في أحداث قاعد تتطور يعني. أخوي محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور عزيز، شلون حياك الله يا عزيز. صبح الموجودين كلهم. صبحك الله أبو فريح. يدري بالتوجه اللي أنا ضد فكرة المدرب يطلع ببرامج رياضية، ويدري أبو فريح وقلت له حتى قلت الكلام فايز ولا لا؟ قلت لك أنا لو إداري لو رئيس نادي ولا نابرة ولا عضو مجلس إدارة رفض أي مدرب جميع المراحل الألعاب إنه يطلع بالتلفزيون صراحة. ليش؟ وأنا حين نقضي على أنا أقول لك ليش عزيز ما يصير مدرب بنفس يعني دوري فيفا مثلا يجي يحلل عن فريق ثاني ولا يجي يتكلم عن فريق ثاني مثلا. أعطيك مثال، الحين أنا أعتبي على سعود بو حمد أنت عضو مجلس إدارة نادي قدسية، يعني مدرب مراحل سنية ويطلع ويتكلم بهالطريقة هذا والعصبية. مو أتكلم بعد عن حمزة، أتكلم عن أندية كلها يطلعون مدربين ويتكلمون ويسوون. شنو خلوا قدوة حق اللاعبين الصغار؟ شنو خلوا؟ صار في تعصب زيادة بتويتر، ما تابع البرنامج، ما تابع على شنو؟ كرة قدم. طيب مشكور يا محمد. بروح لفاصل وبعد ذلك أعود. حياكم الله ويانا. اخذ بعض التغريدات. اخونا صياد يقول يا ابو سعود الحقيقه الاتحاد من استلم طلال فهد يحابي القادسيه واختار لاعبيه فقط على حساب الاخرين، والمنتخب من فشل لفشل. مكاتب اسمه يقول مقياس الفريق القوي بتحقيق الدوري واهم لاعبين القادسيه، مو معقوله فريق مو محقق بطوله واخذ لاعبينه منتخب على اي اساس؟ اخر تغريده اخونا احمد براشد مشكور على إشادتك، وبالعكس شهادة أعتز فيها من شخص مثلك أقدره وأحترمه، ودائما أنا أحرص على أن أنال رضا الله سبحانه وتعالى في البداية وبعد ذلك رضاكم كجمهور ومشاهدي. مفهد شنو سالفة العرس؟ والله أنور وهقني، أنا ما أدري هذا سالفة قديمة. وإسماعيل تعرف إسماعيل ياسين؟ اسماعيل بارون. ياسين قولتي أو شيء. عيال بارون اخواني وجيراني يعني من عمر قاعد تحكي عن 30 سنة فوق قبل الغزو. وين اتذكر ايام ما تتذكر ولا ما تقولها؟ انوار سافها يبي وهقنا. سعود انا بس بتكلم على موضوع المنتخب واختيار الدوري وكذا، يعني ما فيها مشكلة. كان عندنا في الدوري السعودي الموسم اللي طاف النصر بطل الدوري، اغلب اللاعبين اللي اخذوهم من الهلال. هو ممكن نادي مميز يملك لاعبين بس ما حقق دوري، مو شرط انك انت بطل دوري لازم اخذ 15 إلى 13. نعم يعني احنا القصد حتى مو على لاعبي القادسيه، في لاعبين انديه ثانيه هبط مستواهم ولا زال يتم استدعائهم. وين روح المنافسه؟ وين ان تكون شعار المنتخب صعب، مو للكل، مو في المتناول. انا الحين لما اجي اختار بين شريده والكابتن ابو علي الكابتن ابو فهد، ها ما يصير اختار ان شريده سجل هدف زين. طيب عندي سعود ابو حمد لاعب مميز بس انه يلعب بنادي غير نادي القادسيه او العربي او الكويت او كاظم او السالميه، ها ما اخذه ما اشوفه. ولك مثال سالم الهاجر لاعب الفيحيل، الكل اشاد فيه وما حد ضمه. ومثال ثاني احمد الضفيري لاعب القادسيه من افضل اللاعبين بشهادة الكل. وأنا أتحدى أي محلل أو متابع أو صحفي يكون موجود وما يتفق على أحمد الضفيري. سبب من أسباب تطور مستوى القادسية استمرار أحمد الضفيري في المشاركة، ما ضموا المنتخب. هذا عتبنا إحنا، هذا عتبنا. يعني أحمد الضفيري مكسب وفائدة للمنتخب ما أضمه، سالم الهاجري مكسب وفائدة للمنتخب ما أضمه. أروح أضم ناس يا أنه متعور يا انه احتياط بفريقه يا انه مستواه هابط مستواه اظن. هذا عتبنا احنا. عشان كذي انا اتوقع ان الاخ محمد الصالح قال في المنتخب صارت خلاص سهله او رخيصه اي واحد يلبسها. ردك على النقطه ابو فهد. لا في فرق بين سهله ورخيصه.
بعدين سالفة ان احمد ما حد ينكر دور احمد الضفيري يعني كلاعب، لكن الحين صار لنا اكثر من ثلاث شهور ماكو شيء اسمه منتخب، يعني احمد برز في الفترة الاخيرة صح، الان يستحق صح، وطلال العامري يستحق ايضا، طلال من اللاعبين اللي انا سعود المجمد مع الاسف المدرب اللي غافل عنه، انا يعني احبه كلاعب يعني مهاجم صريح، وغافل عنه طول السنة لما شاف ان الوضع ان فريق الغاتسي محتاج سعود المجمد رد لعبه، يعني في مدربين غفلون بدون يعني ما ادري مغمض، لا مو مغمض ما استلفته، في لاعبين ترى في المدربين فيهم موهبه من الله، دي يعرف ان هذا لاعب يفصل دولي، هو هذا دولي احمد هذا يلعب الدوري، اوكي يلعب الدوري مستواه زين، بس انا ما لاعب محلي قصدي، لاعب محلي بس في لاعب تشوفه هو من الله دولي هو، بس احنا صار عندنا قبل فتره اذا تذكر صار عندنا ابو سعود في التوقف في الفيفا دي، نعم استدعوا المنتخب، نعم احنا تاملنا خير في حال التوقف، صح توني بقول لك ان خلاص الحرس القديم الجيل القديم مش خلي بدر مطوع، خلي مساعد ده، خلي كم لاعب الخبره على اساس لما دعمهم بلاعبين شباب صغار يستفيدون، نفس الاسماء وكانك نفس الورقه تسحبها وتدزها فاكس، بس بقول لك شغله، تعرف محمد شعيب؟ منو؟ تعرف محمد شعيب؟ ايش؟ تعلم تعرفه؟ ايه سلم زجار ما اخذها المنتخب مره، تخيل؟ لا ما خذاه، كان في مشكله مو ما في مشكله، ما في مشكله، كان في مشكله، ما في مشكله، ما في مشكله، ما في مشكله، مدرب مو مختلف، ليش بعض المدربين يفصلون؟ ليش ما خذاه؟ ما مو مختلف، تخيل مو مختلف، يصير عادي يصير، لا مو يعني في بعض المدربين يفصل، يعني لهم وجهه نظر، في حميد في خالد قالوا بعد، حتى قال نبيل معلول سالناه تصريح لنا، قال انا ما اشوف احمد الضفيري اشوف في مدربين نفس يعني تعرف خال يعني يعني مع طلال الجاسر اللي ما مثل لاعب وسط طيب. بس هو مفروض هم طيب. انا اشوف المدرب ياخذ المباريات الاخرى، العربي فاز على خيطان 4-0، راح نشوف اللقطات لهذه المباراه، الاهداف سجلها ابراهيم وفهد الرشيد وفراس وقران، هذه الاهداف الاربعه احنا بنشوف اللقطات هذه لقطات واهداف مباراه العربي. بفريح خيطان يعني شفنا بدايه طيبه، لكن في الفتره الاخيره الفريق تراجع مستوى، بس خلاص سعود هذه من سلبيات دوري الدمج. ان يعني انت توصل مرحله ها خلاص يعني لا لا ناقه ولا جمل، انا واقف مثل مركز سادس سابع، انا حطيت هدف كمجلس اداره او كلاعبين ان نوصل لسادس الدوري وصلت له خلاص، ينقتل الطموح ما يتمرن لهم سعود، هذا شيء ثاني، اغلب الانديه ترى مو قاعد يتمرنون بسعود جد والله، انا احنا قاعد نقول يعني ليش كلام الكابتن فايز ها، ترى الحين شوي اعطوهم 400 دينار بس ايام كنا نلعب بلاش، اللاعبين ما يشتغلون ومعاهد مدربين اسامي مسكين، انت شنو شفت مدرب لا اسم ما اخذ بطوله العالم حق بلغاريا يسوي كذي باجع 10 دقائق 8 لاعبين ايه خلاص، هذه ترى ابو علي ماكو ترى هم هذه من سلبيات الدوري، انا الحمد لله من لعبت ما كنت اغيب من تمرين، شفت شلون يجون لاعبين يدد يقول شو اسوي، يحطوا لاعبين يدد يرفعوا لي وانا شو اتعب جول زين، جاي معطيه فلوس انا ما في خلاص انقتل كل شيء، نعم الدمج دمار، طيب دمار مسعود احنا صارنا سنين واحنا قاعد نتكلم يا جماعه، تبون مصلحه الكويت خلوا الدوري درجتين، لان اللي قاعد يصير عندك الفرق انا ما ابي اقول يعني الفرق يعني اللي في المؤخره، فرق مؤخره اذا اول قسم انه خلاص طلعت يعني مثل الحين خيطان طالع من الكاس طالع من الدوري طالع من كل شيء، من بيجي التمرين؟ منو خلق التمرين؟ خلاص لان انت لما تخليه درجتين يصير في منافسه على درجتين اللي بيوصل درجه اولى، فاحنا قاعد من زمان قاعد نقول المفروض تعال اذا بقوي الدوري عندنا يخليه درجتين، هو خلاص هو السنه الجايه راح يكون دم، لا تخاف واللي بعده درجه ثانيه، فتحي كبير طلعه من درجه ثانيه احسن لاعب، لا تخاف اللي بيطيح درجه ثانيه خليه يطيح، احنا كابتن ابو علي ايام ما كان الدوري درجتين كانت حتى مباريات الدرجة الثانية منافسة، أنا كنت أتابع أنا حكم النادي الفيحي، أنا والله لا نادي الفيحي كان درجة ثانية كنت أحضر له على درجتين، كان في منافسة على درجتين، أقولك شيء أنت ما تصدق أي بالثمانينات ها ما تصدق شيء مزري، هو سبب انتكاسة الكرة الكويتية درجة هذه الدمج
يبقى لا تخاف ان الغاتسيه طاح درجه ثانيه، خله طيح كايا وانت صاح درجه ثانيه. صح. اغنى نادي بالعالم طاح درجه ثانيه، طيحوه. احنا مو مشكله. ولو قعدوا سنتين ثلاثه، لا تخاف العربي طاح درجه ثانيه. العب لا تخاف، حط مبدا، لازم يصير عندك. احنا شوف احنا مشكلتنا بالدم. النقطه يا جماعه انا يعني خلينا نشوف بس لقطات ايضا مباراه السالميه والفيحيل، السالميه فاز 3-1 بهاتريك من فيصل العنزي. بنشوف الاقوال وما نتكلم عن السالميه والفيحيل، الفيحيل في فتره كان بطل لدوري الدرجه الثانيه. ابو فهد يعني اليوم يتكلمون عن درجتين، كم فريق يعني تبي بالدرجه الثانيه؟ خمس فرق ويلعبون ثلاث جولات، من يدري عنهم يعني المشكله؟ لا انت زيد عدد الفرق، يعني شلون تبي درجتين وبتلعب؟ يعني ما في دوري بالعالم. كان ابو علي حميد يقول يسولف عن الدوري الايطالي واوروبا، هم قاعد في الدرجه الثانيه فيها 20 22. هم قاعد لا تقارن اوروبا بالكويت. إيه يعني شلون تبي درجتين؟ ما نقارن، لا لا درجه ممتازه. لا لا احنا ما نقارن. شوف بقول لك شغله ابو فهد، منتخب السعودي عقب بالتسعينات ترى بس السنه اللي الدوري طافت ما وصل كاس العالم. ليش وصل كاس العالم؟ تبي ليش؟ لان رحمه الله عليه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد كان ماسك الاتحاد السعودي، قال تعالوا 4-5 ما يذاكر اساميهم، قال تعال انت روح لندن، انت روح فرنسا، انت روح الارجنتين، انت روح اسبانيا، اكتب لي تقرير عن الاحتراف كامل. اوكي انا اخذ منه شيء زين، مو صح سواها بس سواها سمو الامير بعد الامير سلطان نفس الشيء، الامير سلطان ايضا كمل المسيره. شو صار عندهم؟ شوف الطفره هذه سنين قام يوصل كاس اسيا نهائي وقام يوصل كاس العالم، شفت شلون؟ اوكي انا لازم اخذ من هذيل، اخذ من منهم. طيب صراحه ابو سعود انت تقول عندنا فرق، انا قبل فتره كنت في مكتب الشيخ طلال بالاتحاد، كان عندي موضوع في اجتماع لجنه المدربين وتكلمنا في موضوع، اعطيتهم اقتراح. الاقتراح يتمثل في انه مثلا حاليا مثلا نادي القادسيه، ممكن نادي القادسيه مثل يشكل فريقين، نادي الكويت كذلك، ممكن نادي العربي، اخذ لي ثلاث انديه. اي ممكن مو هذا، شوف هذا الدوري ابو فريح، انا اللي اقصده اليوم حط حلول. انا ايش قاعد اقول لك؟ يعني حلول كرة القدم الشعبيه ماكو حل، ما في حل ما في حلول. وعلي صعبه تدخل وزارات، ايه؟ وزارات يعني ميزانيه وهم الاليه. انت تلعب السنه الجايه 14 نادي وتدخل برقان يصير 15 نادي، 10 انديه يبقون فوق وخمس انديه يطيحون تحت، تدخل معاهم القادسيه بي، العربي بي، الكويت بي، هذا يصيرون ثمان فرق. نتائج الانديه القادسيه والكويت المكرره هذه ما تحسب لا في الصعود ولا الهبوط، مجرد مباراه زياده عدد مباريات. يعني هذه فكره صحيح. تقدر تطبقها، تقدر كان في دوري رديف تقدر تحط الفرق اللي بالممتاز، الدوري الرديف ملقيه، تحط لهم دوري رديف. ايوه هذه الفرق الرديف مثل الانديه الكبيره زين. نعم. وان شاء الله الكل كبير. نقسمها اول شيء القادسيه عنده لاعبين، خلينا نحافظ على لاعبين اعضاء الجمعيه العموميه ابو فهد. ايوه هذه اقتراحات لما يروحون اجتماع الاتحاد، ما ادري يحطون حلول يحطون ما يحطون. ما السؤال يطرح نفسه، يعني انت ليش رديت على دور الدمج؟ انت لازم دمج ابو شريده، فحيل صعدوا قتل طموحهم ابو شريده. ابو شريده كافح من البدايه، انت كنت بتدش دوري ابطال اسيا في شروط ابو شريده، انت الحين شلون تسوي دمج؟ عدد فرق، لازم منشاتك، لازم في لا ابطال اسيا لا الخليج لا هذا الشيء، لا الخليج لا كاس العالم، هذا الشيء اللي غافل عنه. ما يصير الكلام هذا الشيء. انت شلون بتسويه دمج درجتين الحين؟ لازم تبلغ الانديه بدايه الموسم، ترى هالموسم في صعود وهبوط. نقول عشان ابطال اسيا، لا رحنا ابطال اسيا، لا رحنا دوري الخليج، لا كاس العالم، من السنه مدارس الحين ابو شريده قول عشان ابطال اسيا. من التوصيات اللي محطوطه في الاتحاد الكويتي، ها للامانه تقييس عدد الانديه الغاده والرديف، دوري الدمج، دوري الدرجتين راح يرجع بس من الموسم الجاي. انا ما يصير الكويت يوصل مركز تاسع اقول بحوله دمج بحوله درجتين، عرفت؟ انا لازم ابلغك بدايه الموسم على اساس تحسب حسبتي. خليني اروح لفاصل اخير وبعد ذلك سنعود. We'll be right back.
حياكم الله ويانا. دعوة وصلت لنا من أخونا العزيز الدكتور خليفة الهيلع، يدعو الرياضيين ويدعونا لعرس شقيقة أحمد يوم الأربعاء. مشكور أخوي دكتور خليفة وبالبركة. بعض التغريدات، أخونا بن هزاع يقول صبحك الله بالخير بسعودة، بفهم ليش إذا فاز أي نادي في أي بطولة الأمور عادية، وإذا القادسية تقوم الدنيا أصبح على أبو فهد. أخونا عرباوي مكاتب اسمه، اسأل فريح ما تشوف أن عودة درجتين وعمل نظام جديد هو الأول والثاني في آسيا والثالث في الكاس آسيا والرابع كاس الخليج؟ هو قال بفريح أن دوري درجتين أفضل. بومشار يقول ليش ما نشوف اللاعبين والمدربين والإداريين في الأندية يعملون إضراب حتى تستجيب الحكومة وتحل مشكلة الإيقاف الدولي؟ يلا احنا بعد موضوع إضراب النفط بعد دخلنا رياضة يا أخوي بومشاري. بدر مرافع يسلم عليكم ويقول قول حق ابو علي خلي يقول سالفة البلبول. ما يخليني بدر. سالفة شنو؟ بلبول. بلبول؟ ايه ايه بلبول. في واحدة كانت مربية بلبول، واحدة مرة كبيرة. ايه زين، مرة كبيرة. ايه المهم تبطل القفص. ايه كان يطير بلبول. اوكي مسكين كانت تلحق بلبول. والله كبيره حاطه عبايته. بالكويت؟ اي بالكويت. اي اوكي. شو مسميه بلبول؟ فارس. اي. تقول تلحقه فارس ارجع، حرام عليك حرام عليك. البلبول يوقف كذي على الشارع، فارس حرام عليك ارجع. عوض قلبي. عوض عوض قلبي. ما ادري عنه البلبول طار. وبعدين ما صدق طار البلبول. شنو ارجع حرام عليك شنو؟ البلبول. واحد قاعد بنباطه شعطاه ذاك ارجع ارجع. بس سعود ممكن تعطيني دقيقة بس؟ أقل من دقيقة تفضل. أنا بس في بعض المرات لما أقول إخوان القدساوية، أو أنا للأمانة أكن كل تقدير واحترام للغالبية العظمى من الجماهير القادسية، تربطني فيهم علاقة كبيرة. ممكن ننتقد، ممكن في بعض كلماتنا ما تعجبهم، لكن أنا لما أنتقد للأمانة، أنا ما أنتقد الكل، أنتقد البعض. في بعض كلماتي اقول البعض، انا ممكن اكون في صفه الشمول لكن الامانه نقصد البعض، اما البعض الاخر وهم الكثره صراحه. وانا اليوم كنت في ديوان النايف، اخوي خالد الامانه كانوا اعضاء ديوان القدساوي كلهم موجودين والجماهير القدساويه، وكانت يعني حتى العلاقه اللي كانت بيني وبينهم فعلا اخويه، وكنا اكثر من نسره واحده صراحه. اخونا عبد الرضا تقي يقول نصيحة الموسم القادم ببرنامجكم، اتمنى يكون معاكم على طول سعود ابو حمد كمحلل، رجل محترم وكلامه محل تقدير الجميع. مشكور اخوي عبد الرضا، يستاهل ابو فهد هذا مكانه. يستاهل ابو فهد. يستاهل ابو فهد وما شاء الله فاهم، ويعني كلامه واضح والنام حلو. يعني ايش قصدك؟ هو يعني ان شاء الله معنا دائما في كل حلقه. واضح متواجد لما يكون موجود. ابو فهد احد اخوان يقول في الملعب انت عصبت على السيد داني بور لما بدل سيدوبه. اي والله وقفت على طول بعد. اي استغربت لانه كان من نجوم المباراه بغيره، فسالت بليان ايش حق بتغيرون سيدوبه؟ طبعا قال محمد بن هو طلب التغيير. هني سكت، قلت زين اوكي طلب تغيير، بس عاد تلعب ايفان يعني عنده محمد فهد ما شاء الله عليه، ولا عنده بس هذا مو تدخل في عمل المدرب؟ لا 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 انا قاعد احاكي محمد بليان. انا مو انا ما لي شغل، بس انا يعني عصب يعني طلعت طوري ليش بيغير سيدوبه؟ لان من نجوم المباراه شلون بغيره؟ طيب فقال طلبت. بس سمعنا انه كان مصاب. اي محمد قال لي طلب تغيير انه مصاب حاشا شد. طيب خل اخذ اخوي مناور. صبحك الله بالخير. الو صبحك الله بالخير تفضل. صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز. حياك الله يا اخو. واول شيء احب اعزيك وعظم الله اجرك، ولو انا متاخره ولكن جزاك الله خير. ما صارت حاولنا نتصل ولكن ما جزاك الله خير واصل. الله يسلمك اخوي ابو عبد العزيز. بالنسبه لحلقه امس صراحه هي طبعا كل الحلقات في كل البرامج مو بس برنامجك، الكل موجه مدافع على الغاتية، والغاتية كبير وقاعد يحقق الارقام وقاعد يحقق يتحدى نفسه حقيقه، يعني يصير عنده دروب يطلع من بطوله يطلع من كذا، لكن ماكو موسم خلال ال 15 او 16 سنه الا ماخذ بطوله بطولتين او احيانا يكوش على البطولات كلها. ليش هالهجوم على الغاتية؟
لما القادسيه كل لاعبينه افضل لاعبين قاعد يقدمون افضل مستوى، شنو يعني اخذوهم المنتخب؟ زين وبعدين انت المنتخب اصلا وين قاعد يلعب؟ ماكو يعني حتى والمنتخب موقف وماخذين فريق لاعبين من القادسيه اللي هم الافضل بالدوري قاعد يحتجون عليهم. طيب والمشكله عرباوي تحكي يا عمي انت شوف طيب. فريقك اوكي مشكور اخوي حمد، صبحك الله بالخير. صبحك بالخير والعافيه. حياك الله يا اخوي. ابارك حق القادسيه الدوري يستاهلون، واقول لهم مبروكين. وصراحه التعليق هذا ثنينه منتخب الكويت رخيصه. اي والله رخيصه اذا الكبار ما احترموها ورقاب نشاط رياضي. والله كنا نتمنى نشوف تصفيات كاس العالم تصفيات اسيا على استاد جابر، بس هذا انحروها انحروها الكره الكويتيه. وانا عندي سؤال لسعود ابو حمد، تفضل. لو بدا مطوع ايام السبعينات يلعب معاكم هل تبرز نجوميته؟ وصراحه انا مستاء من فايز يفرح يوم يقول بدا مطوع مو اسطوره، ومستاء من محمد بنيان تدخله الاداري داخل الملعب، صراحه هذه غريبه عليه. وبارك الله فيكم. مشكور مشكور اخوي حمد. العم حجي احمد حياك الله. عم ابو يونس سعود صبحك الله بالخير. احييك واحيي الضيوف الكباتن كلهم. حياك سعود. انا مثل ما تعرف عرباوي، واقول للقادسيه الف مبروك للقادسيه الزعيم والنادي الكويت هارد لك يا شريده، برضو نادي الكويت زعيم ونادي العربي زعيم وانديتنا كلها ان شاء الله محبتنا بقلوبهم. بس صراحه انا احب اعلق على يعني اعتبره ولدي حسن حمزه يعني كان تنشن وايد كان معصب. وبعدين يعني مهما يكون ضيوفك اللي قاعدين اخوانك وجروا ريال اكبر منك المفروض شويه احترام. يعني هو قد كلام وايد قوي قام يأشر بدينا ضد الدكتور الموجودين. انا حسبة ولدي يمكن حفيدي انا ريال عود. فانا اقول القادسيه زعيم والعربي زعيم والكويت زعيم، هذا اللي انديتنا هذا اللي عيالنا، وما في داعي يعني نسوي مشكله من لا شيء. السنة ما أخذ الدور العربي، السنة اللي يأخذ الكويت اللي بعدها القادسية، فما في داعي كل هذا. مشكور مشكور يا هذا كلام هذا كلام عين العقل عين العقل. مشكور أخوي فاضل صبحك الله بالخير. أصبح عليك وأصبح على القساوية كلهم وأقول لهم مبروكين على الفوز والزعامة يا أبو سعيد. الزعامة خذيناها وافتكر كل شو اسمه الصحفيين وكذا كذا اذا يبي يقولون على راحتهم، لكن الزعامة احنا خذيناها كاحنا جمهور القدساوي. وبعدين نقول ايه نستعطيه. بعدين ما يصير 17 فريق كله زعيم 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 زعيم، ما يصير يا جماعة. الزعامة لازم يكون حق فريق واحد، واحنا قلنا العرباويه هالسنين هذه، لكن احنا خذينا الزعامه، خلي يحقونا ياخذون الزعامه. وبعدين انا عندي نقطه ثانيه صحيح. انا ابي تتكلمون عن خليجي 10، منو خليجي 10 عشان تعرفون القادسيه حتى مو كان ايام عصر الذهبي. خليجي 10 منو كانوا فيه؟ كم لاعب من القادسيه كان في المنتخب؟ طيب مشكور مشكور اخوي فاضل. اخوي فرد صبحك الله بالخير. هلا هلا ابو سعيد كيف صحتك؟ هلا اخوي زميلنا الاعلامي فرج ناصر صبحك الله بالخير تفضل. اصب عليك وعلى ضيوفك كلهم صراحه. حياك الله. الله بالخير ابو سعود. طبعا انا ايد كلام الكابتن فايز الفريح بخصوص ان المدرب نسبه كبيره في فوز اي فريق، والامثله كثيره. كارلوس البرتو كان مدرب لياغه واستطاع الحصول على بطولات كثيره مع الازرق. مهاجراني طور الفريق الاماراتي، كذلك ديفيد مكاي مع العربي وصالح زكريا مع الجهره. فلماذا انا بخص حق المدربين؟ وبالتالي المدرب جزء كبير. هذه شغله. الشغله الثانيه انا اتفق مع الكاف الكبير ابو فهد سعود ابو حمد ان كل ضيف يمثل نادي القادسيه وهو يمثل نفسه. صراحة الكابتن فايز الفرح قمة في إخلاقه، قمة في كلامه، قمة في أدبه، ويا ريت البعض يختدي فيه. شكرا يعطيكم العافية. مشكور مشكور أخونا الإعلامي فرج ناصر. أخوي أحمد بشير يقول كلام سعود بو حمد غلط عن زجالو، عن السيد زجالو وشعيب. كان في مشكلة، زجالو طلب من شعيب ينزل آخر خمس دقائق وشعيب رفض، لذلك زجالو استبعده بعدها. كلام غير صحيح غير صحيح غير صحيح. لا كلام صحيح. كيف كانت؟
طيب هذا أخونا بطوله بطوله حاد لكن بيتر ما صرت ما كنت في معنا في المنتخب. انا قاعد اتكلم عن بطوله اللي صارت في الكويت غير البطوله اللي احنا فيها طهران وتبريز. في بطوله تختلف عن عن, عن الثانيه وهذا كلامك صحيح. لاعب مثل محمد شعيب اخذ 3 دقائق 4 دقائق صح هذا كان في خلاف بسيط ونحل الخلاف لكن هو اساسا ما هو مقتنع في محمد شعيب وهذا كلام احنا لمسنا. سعود بس تسمحنا نرد على بس بس كم تغريده ايضا. ابو غزلان يقول يا حلو حلقه اليوم وين حلقة اليوم وحلقة أمس كثر من هذه الحلقات نمون عليك إن شاء الله. والله يعتمد على الضيوف بعد شوف الضيوفهم مثل ما قالوا الأخوان في بعض الأحيان الضيوف هم اللي يساعدوننا في 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 خلينا نقول الحلقة تطلع شوي هادية ما فيها نقاش حاد وفي بعض الأحيان الضيوف هم اللي يعني يشعلون الحلقة إثارة شوية ويصير في نقاش حاد. تفضل أبو فرح. أنا بس في البداية أحب إني أرد على حمد محمد إيه انتقادك وعتبك محل اهتمام وعلى العين والراس. انا قلت لها واحب اوضحها بخصوص اللاعب الكبير الخلوق المحترم بدر المطوع. بدر اسطورة نادي القادسية هذه قلتها ذاك اليوم حتى الحمزة الصراف وقلتها حتى في تويتر وقلتها بكل مكان. بدر اسطورة نادي القادسية اسطورة من اساطير نادي القادسية ما حد يختلف على الكلام هذا. هذا جمهور انتو نادي القادسية كيف يحط اساطيره؟ ما عندي مشكله فيه. انا ما ادخل في نادي القادسيه. سعود ابو حمد من اساطير القادسيه، جاسم يعقوب من اساطير القادسيه، فيصل الدخيل من اساطير القادسيه، معلش هذه كلها اساطير القادسيه كيفكم؟ لكن انت ما تفرض علي اني اخلي بدر اسطوره من اساطير الكويت او اسطوره من اساطير الخليج، هذا واحد. اثنين بس الاخ فرد لعلم الله اني انا ما اعرفه. لكن الله يجزاه خير شهاده تستاهل وسام على صدري والله يرحم والديك ويرفع قدرك. تستاهل يا سؤال اخونا اللي يسالك ابو فهد لو بدر لاعب بايامكم 100% بدر لما كان محفوظ 100% يعني مسعود بقول شيء عن بدر المطوع وكلام حقه بس خل ما يخاف ابو فهد يعني هل بعد تو قاعد كان مغمض تو قاعد من اول دش علينا كان جاسم ولا فيصل هاش البرد وهذا ما كان جاسم ولا كان فيصل. احنا قبل نلعب 3 هجمات هم الثلاثة المهاجمين الخطرين يعتبر هو جاسم وفيصل ومكان محفوظ 100% يستاهل. كان عنده مدرب كان وصلنا نهائي الكاس وراح بعدها يمكن سنين طويلة راح رد هني استدعوه ثاني مره النادي امسك الفريق. انا ما كنت موجود والله حتى اول ما يسال عني وين حميد نادو ابي اشوفه جيت حق يقول انا رحت صدق انا طالع المباريات طالع الدوري بالكويت هني يقول لاعبين ما في لاعبين يقول في بس لاعب واحد لاعب فظيع هذا بدر مطوع تكلم عنه يعني هو لاعب يعني ما احد يختلف على بدر مطوع لا احد يختلف بدر يعني هو الابرز حاليا عندك بس بدر يعني الابرز على مستوى اسيا ما حد يعني انا ما شفت يعني لاعب يعني نفس هذا الكويت كله علي عفوا ابو فهد تفضل اخوي العود تفضل لا بس انا بس يعني بس في وجهه نظر او في بالنسبه لموضوع الهدافين عشان ما نبخس حق احد. لازم تعرفون على ايامنا احنا سبعينات ما نلعب احنا 26 مباراه او 28 مباراه او 30 مباراه. لازم تعرفون احنا قبل نلعب تقريبا من 10 الى 12 مباراه فقط لا غير بالدوري 10 درجتين اي ما كان الدوري مشترك في درجتين. لما تقول لي تقيس لي تجيب لي اهداف على 12 مباراه غير لما تجيب لي انت شو اللي قصدك شو اللي بتوصل له على اي نقطه؟ انا اقصد بالنسبه للمهاجمين يعني الحين اللي بيصير هداف البطوله او الدوري يكون جايب له 20 26 جول لا ادري يعني اللي خلاك تقول هالنقطه في شيء معين او في خبر معين صار قام يطلع حكي في الصحف او يقولون ان فلان هداف الدوري او هداف النادي او يقيسون هداف التاريخي يقيسون الاهداف مثلا خلينا نقول بس هذه ارقام على مستوى العالم ابو فهد صحيح لان يعني في دوري مثلا في بطولات باوروبا في دوري كان مثلا دمج لازم تعرف او ممتاز 20 فريق بعدين خلوهم 22 بس لازم تعرف يعني شوف لازم تعرف لازم تعرف ان الهداف لما تقول لي هداف يا 100 خلينا نقول جاسم يا لحد الان من اللاعب لليوم 140 هدف مثلا 140 هدف نعم. لكن على ايامنا ما كان اخو مشترك او صح. دمج يفرق في درجتين تلعب درجتين يعني كم مباراه 12 فريق تلعب بس مسابقه واحده نعم بس مسابقه واحده بس
كانت كاسمير والدوري المقصود الدوري كاسمير ودوري لا لا هو يتكلم عن الدوري يقولوا هداف الدوري هداف الدوري هداف التاريخي للدوري في دوري مشترك بعد كان لا 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 ايام لا ايام بس كدوري دوري درجتين يعني عشان ما نفخس حق احد في ناس ما يعرفون ان 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 يعتقدون ان قبل احنا نلعب مباريات اكثر يعني انت قصدك اللي يتخطى الان جاسم او يتخطى مثلا فيصل او يتخطى سعود مثلا خلينا نتكلم بدر الان حاليا يعتبر بيتخطى بيصير الهداف التاريخي او صار الهداف التاريخي مادة القادسية يفرق انت قصدك هذه فيها ظلم للبقية طبعا هي نسبة وتناسب يعني كم عدد المباريات احترامنا للكل وهذا شيء طبيعي يعني حطوا من ايام عثمان العصيمي حطوا هدافين خلينا نقول على النادي القادسية مثلا حطوا بترتيب من 1 إلى 10 وخلني شرف انا من واحد من ضمنهم لكن في قياس بالنسبه للمباريات احنا ما كنا نلعب قبل مباريات مثل الحين يعني وفرق غير هداف بوتان حط 4000 جول وكريستيانو حط 25 جول ما يصير في فرق بوتان وماليزيا هذولي كريستيانو الدوري الايطالي الدوري الاسباني 25 جول ايش معناها وهذا لاعب ما يسمونه مال بوتان حط 200 جول في فرق بسعود عشان بس لا هو اكيد والله هذه وجهه نظرك ابو فهد نسبه وتناسب هي كم عدد المباريات اللي لعب كم سجل هدف لكن يعني على كلامك المباريات يعني حتى في الدوريات هم قاعد ترى يعني على كلام مفرح صح يعني اخونا فاروق العوضي جزاه الله خير قاعد يحط مثلا بدر المطوع في 90 مباراه سجل مثلا 100 هدف فلان سجل في 80 مباراه 50 هدف قاعد يحط عدد المباريات انا اللي وصلني او جاي بالنادينا للنشر الاخيره قبل اسبوع حطوا مبارياتنا وحطوا من 1 إلى 10 بالنسبه لاهدافنا القادسية ما حطوا عدد المباريات نعم خلاص هذه نقطه ورساله نوجهها لاخونا فاروق العوضي هذا طبعا لاحظه نتكلم عن النادي القادسية فالنادي الاخرى بنفس الطريقه نعم نتمنى اخونا فاروق العوضي يعني ينتبه لهذه الملاحظه من اخونا سعود ابو حمد انه لما تحط عدد الاهداف تحط عدد المباريات حتى يكون في انصاف لبقيه اللاعبين. انا وصلت الختام احد الاخوان يقول اتمنى بشوف تغريدته بس يبينا نتكلم عن موضوع الاحتراف ورواتب الاحتراف قاعد احاول ادورها صراحه لان ان شاء الله كاهو ابو محسن يقول تكفى متى الاحتراف ترى ملينا بس نبي موعد خلاص مسخت وايد واللاعبين زقوا. ان شاء الله احنا باكر راح نناقش هذا الموضوع موضوع رواتب الاحتراف موضوع قرار الهيئه ب اعتقد تعديل الانظمه الاساسيه يعني كل ما يتعلق في موضوع الهيئه والانديه راح نناقش ان شاء الله راح يكون معنا بعض اعضاء مجلس ادارات الانديه نتشرف فيهم ان شاء الله وراح نناقش هالموضوع. خلي اشكر ضيوفنا اليوم مشكور اخوي سعود ابو حمد حاضر ونورتنا وان شاء الله يعني نتشرف دائما بوجودك معنا مدربنا الوطني فايز فريح ونتمنى ان شاء الله يعني لجنه الانضباط تكون شويه يعني رحيمه بالضبط ان شاء الله كنا مشعل ما يقصر ابو علي مشكور كابتن حميد مال الله كابتن خالد شريده مشكور ابو شريده وبالختام مره اخرى نذكر ان يا اخوان ترى الضيوف اللي يكونون موجودين معنا يمثلون وجهه نظرهم ومثل ما ذكرت حق ابو فهد ما تمثل وجهه نظر 90 دقيقة وجهة نظر القناة تبقى آراهم تبقى وجهات نظرهم ودائما نحرص أن يكون الطرف الآخر موجود حتى يبدي رأيه يرد عليه ومن أخطأ تشوفونه أخطأ هو اللي واجب عليه أن يعتذر سواء للجماهير اللاعبين الأندية هذا شيء خاص فيه إذا أخونا محمد صالح حاب يعتذر إذا أخونا حمزة صراف حاب يعتذر هذا شيء خاص فيهم احنا نلقاكم إن شاء الله باكر إلى اللقاء.